عذوبة صوت وسلاسة وانتقال من مقام لمقام بمنتهى الأريحية وإحساس عالي جدا كمان وهي بتأدي الأغنية، وموهبة كبيرة جدا كانت موجودة على السوشيال ميديا وكلنا تابعناها وكلنا كنا بناخد بالنا إن الناس بتقول إيه المواهب اللي زي دي، ليه الإعلام ما بيسلطش الضوء عليها؟ لا، إحنا بنسلط الضوء عليها الحقيقة. هذه الموهبة إحنا شفناها وفيديوهاتها انتشرت على السوشيال ميديا وتفاعل معاها الجمهور بشكل كبير جدا. هي بنت من بنات مصر الموهوبات في الغنى، الموهبة دي اسمها مريم سيد، هي طالبة في كلية التجارة. أسرتها اكتشفت صوتها الجميل ده من وهي لسه طفلة صغيرة ودعمتها وقفت جنبها عشان تكون واحدة من أصوات مصر الجميلة جدا. خلونا نرحب بمريم اللي منورانا في الاستوديو. صباح الخير عليكي. صباح النور. صباح الخير يا مريم. صباح النور. ايه الجمال والحلاوة دي؟ شكرا والله. ما شاء الله وانت لسه كمان صغيرة، يعني لسه قدامك العمر كبير، فربنا معاكي ان شاء الله. شكرا شكرا والله. عايزين نعرف رحلتك مع الغنى مشيت ازاي؟ يعني عرفوا ازاي ان انت اصلا صوتك حلو واكتشفوا موهبتك ازاي؟ والله انا ابتديت غنى فعليا من 2015 بعد وفاة والدي. والدتي اهتمت شويه بالغنى وكده وسمعتني. ساعتها رحنا دار الاوبرا مع مايسترو احمد عامر ودكتوره سهير حسين والدكتور مصطفى. بس ومن ساعتها ودخلت كرة الأطفال الأوبرا وبس. عظيم. حد عندكم في العيلة كده بيغني وراثة الموهبة دي؟ هي وراثة بس مش احتراف غنى يعني. بيغنوا، وأختي كانت محترفة شوية ولكن وقفت خلاص. طيب احنا حابين نتعرف عنك أكتر، أنت شكلك صغير. عايزة أعرف عندك كام سنة الأول؟ أنا عندي 18 سنة. يعني لسه صغنطوطة خالص. يعني ال الانتشار بتاعك جه من على التيك توك الاول. صح. والناس متابعاكي جدا، واحنا شايفين انه الناس مهتمه جدا بيكي. دخلنا اتفرجنا على البيج بتاعتك لقينا الناس، الحقيقه انت صوتك مبهر فعلا، فان الناس تبقى مبهوره ده طبيعي، ما فيش حاجه اعجاز في الموضوع يعني. لكن احكي لنا عن الاول، الجرأه جات لك منين انك تبتدي تعملي الفيديوز دي، والانتشار جه من اغنيه ايه مثلا؟ هو الاول كان من اغنيه أغنية أصالة، كان كوبليه بسيط اللي هو أوله وعموما بكرة يبان. بس لقينا أنا فتحت بس أصالة مساحة صوت كبيرة قوي. طبعا طبعا. إزاي تفكري كده تدخلي الحتة دي؟ أنا ما بصيتش لمساحة الصوت، أنا خدت الأغنية وغنيتها بطريقتي أنا. طب ما تسمعيها لنا كده الكوبليه ده. ماشي. عموما بكرة يبان من فينا طلع خسران، ولعلمك يوم والتاني وتجيني لحد مكاني، ندمان على حب زمان. يا سلام. ده الكوبلي. ونزلته ورحت الجامعة. بس رجعت لقيت الجامعه كلها سماتك. لقيت كتير، عدى اكتر من 100,000 في خلال 3 ساعات او اقل من 3 ساعات كمان. بس وكانت البدايه الانتشار من هنا، ولكن انا بعمل فيديوهات من قبل بكتير. انا زي ما قلت لكم من 2015. بس واتطلب ان انا اغني اكتر، والاغاني طبعًا بتطلب مني. لازم تطلبي طبعا. وكنترول دلوقتي بيقول لك في الكنترول، عايزين نسمع حاجه تكون كبيره شويه، بلاش موضوع الكوبليهات الصغيره. حاضر. هتسمعينا ايه؟ نقول هدنة الانغام. يلا. الله. بلاش بالشكل ده نمشي طريق العمر اللي انهيته، ويفضل كل واحد فينا حاسس ان شيء فايته. بلاش بالشكل ده نمشي طريق العمر اللي انهيته، ويفضل كل واحد فينا حاسس ان شيء فايته. جمعنا الحب يوم لكن
بقينا في بعض بنادي وصوت العقل قال امشي وفي شي بالنبي نادي هنبعد فترة ونفكر عشان يبقى القرار هادي اعتبرنا اعتبرنا خدنا هدنا من عودنا كل واحد فينا قلبه يكون وحيد يبقى فرصة نداوي روحنا من جرحنا أو نشوف الصورة أوضح من بعيد. الله يا مريم الله يعني والله العظيم وانت بتغني انا اشعر بجد صوتك حلو قوي صوتك فيه حنيه كده حلوه وانت بتسمعي حد بيغني وانت بتسمعي فنانات بتغني مين اكتر واحده حاسه ان انت قادره تحسي صوتها وتأدي لصوتها غير الفنانة أنغام لأن أنا اللي أنا شفته ده حاجة جميلة جدا قريب جدا من بعض على فكرة طبعا هم كتير وكلهم أنا بحبهم جدا جنات أمل ماهر طبعا شيرين مفيش رجالة خالص مفيش بقى سلطان أنا بتكلم اللي هي بتقول لي إن أكتر حد بتحس أنت تقدر تقلديه صوتها صوتها قريب منها لكن رجالة طبعا بقى سلطان صبر باعي تامر حسني طبعا مجهزة حاجة طيب لصبر باعي بهاء سلطان أو تامر حسني اللي مجهزاه أو تامر حسني أوكي ممكن نقول لو مش مجهزه احنا عايزين نجهز لا يعني احنا لسه معانا وقت كمان ف ممكن نقول حاجه لتامر حسني حاجه بسيطه يلا بينا دايما مشغول بحاجه غيري ولا ليا وجود وسمعت انا ياما كلام منك وشبعت وعود وده دايما طبعك وده حالك حتى الإحساس بالنسبة لك حمل ومجهود كفاياك أعذار والآخر مرة هقولها لك كفاياك أعذار مش دايما هنسى وهصفالك عالوضع ده لا الجاي مش خير ولو هطول نهايتنا خليها في بالك هيجي في يوم هتلاقي نتيجة إهمالك عيشها وحيد والجرح كبير فبقى عايزه اسالك سؤال مهم جدا في حد من الفنانين اتواصل معاكي عملت لهم كوفر تامر حسني ما انا كنت لسه اسالك لان تامر حسني من الفنانين اللي بيحب يدعم المواهب دي حقيقه وكنت مغنيه له اغنيه اللي هي اول يوم كانت في فيلم نور عيني لو غنتها له وبعتها عملت منشن لي خدها عنده 4 مرات وعجبته جدا وقال لي ان انت من احسن الاصوات في الدنيا وبجد ده حقيقي شكرا والله لا انت تستاهلي فعلا وهو بجد ده شرف ليا والله ان هو يسمعني انت دراستك بقى دراستك المزيكا كانت عامله ازاي دراسه فعليا مفيش دراسه مزيكا خالص يعني كل ده سماعي فقط سماعي يعني انا بحب اسمع جدا بس انت لو درستي يعني انت دلوقتي ما شاء الله عليكي لو درستي هتروحي في حته تانية كمان يعني اتمنى بعد ما اخلص تجاره ان انا اخش ولكن انا يعني باخد السمع بركز فيه اكتر كانه مذاكره يعني باخد بسمع الاغنيه وبذاكرها انت لو ما عندكيش حس فني او حس موسيقي او انك تقدري تسمعي مش هتقدري فعلا انك تأدي بالجمال ده من غير دراسه فعايزين نسمع حاجه كمان يعني احنا لسه معانا النهارده طماعه بس بجد احنا مستمتعين بيكي تحت امركم
نغني قديم؟ يلا يا ريت. ايوه بقى يا مريم. ودارت الايام ومرت الايام ودارت الايام ومرت الايام ما بين بعد وخسار وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي 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 وحرته معرفش ازاي 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 انا كلمته مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي انا ليا الله الله مريم يعني الحلم الكبير بتاعك ايه عايزه تحترفي الغنى عايزه تعملي ايه اكيد اكيد ان ده الحلم بتاعي وانا بسعى له من دلوقتي واتمنى بعدين اوصل لحاجه كويسه ترضيني وترضي الناس انت الناس ابتدت تتقبلك يعني احنا شايفين مش بس متقبلينك مستمتعين بيك احنا شايفين التفاعلات الكبيره اللي على السوشيال ميديا حابة الخطوة اللي جاية تبقى على طول نبتدي في أغنية بتاعتنا لوحدنا الكلام ده ولا؟ أكيد أكيد وأتمنى إن أنا لما أعمل حاجة تعجبهم ويتقبلوها زي ما هم متقبلين إن شاء الله. طيب زمان أنا بس مستغرب من حاجة يعني دايما الأجيال الجديدة والشباب الصغيرين اللي زي مريم مثلا ما بيفكرش قوي في الأغاني القديمة إنه يقعد يغني لأم كلثوم بيفكر في الأجيال اللي هي عمرو دياب وأنت طالع فانه يفكر في الاغاني القديمه معنى كده ان من هو صغير كان بيسمع هذه الاغاني في البيت صح؟ صح دي حقيقة دي كانت البدايه انك كنت بتسمعي الاغاني دي في البيت؟ طب كنت بتغني وانت صغيره خالص طفله يعني؟ بتدندني حتى في البيت مثلا؟ كنت بدندن اغنيه الانغام اسمها امي يا ظهري دي كانت اول حاجه انا غنيتها على مسرح هنسمعها بس كنت بتقعدي تدندني بقى انت واختك بقى صح؟ عاملين حفله صغيره كده في البيت على الضيق على الضيق طيب نسمع الاغنيه دي امي يا ظهري يا سندي في ضلك انت بعيش مهما يا امي حاولت اعملك ما يكفيش لو زعلت يوم سامحيني وادعيلي ربنا يهديني وخديني في حضنك ضميني وما تسيبنيش لو زعلتك يوم سامحيني وادعيلي ربنا يهديني انت الحاجة الحلوة في قلبي وانا من غيرك والله ماليش يعني احنا بنحيي طبعا والدة مريم هي معنا النهاردة بتشاركها يعني معنا في الاستوديو كمان وبتشارك مريم في الحقيقه احنا شفنا يمكن قبل الفقره على طول قد ايه هي بتدعم مريم وقد ايه هي فخوره بيها واحنا مبسوطين ان هي في الحقيقه ورا مريم على طول من الواضح كده ان هي وراها لغايه ما تشوفها نجمه كبيره ان شاء الله وهي ابتدت بالفعل تبقى نجمه كبيره ان شاء الله اصحابك بقى يا مريم هل اصحابك بيدعموكي بيشجعوكي في الجامعه بيشجعوا يقولوا لك كملي
بيساعدوكي كمان على ان الفيديوهات بتاعتك تنتشر اكتر على السوشيال ميديا. بيحبوا يسمعوني حتى لو احنا في الجامعه يلا غني طبعا. في منهم طبعا اللي بيغني فبنقعد كلنا نقعد نغني مع بعض. حلوه الاجواء دي. اكيد. طيب احنا كمان كنا بنسالك وقلتي ان فنانه شيرين او يمكن جنات عندك كذا واحده من الفنانات اللي انت بتحبي صوتهم جدا طبعا. مين اللي انت حابه اللي شايفاها انا عايزه ابقى واخده نفس الطريق ده نفس اللون ده في الاغاني؟ نفس اللون او الاغاني هم يعني جنات وشيرين بحسهم ان هم قريبين من بعض قوي فهو اللون العام بتاعهم بس مش زي شيرين او مش زي انا مفهوم. أنا طب هنسمع ايه دلوقتي والمين؟ احنا ممكن نقول طبعا حاجه لاستاذنا سيد مكاوي. يلا. يا سلام. انا طبعا عايزه اشكر استاذه اميره سيد مكاوي على دعمها وهي اللي وصلتني بعد فضل ربنا طبعا ان انا ابقى موجوده هنا. طبعا كل شكر ليها طبعا. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك قلوب الحب معايا وتعب تعب الشوق وياك وياك ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك. الله يا مريم. مريم انا عايزة اعرفك اكتر انت بقى انت كسوفه شويه بتتكسفي شويه صح بس لما بتيجي تغني ما شاء الله يعني عارفه تتمكني كويس قوي من الاغنيه وما بتتكسفيش ازاي بتعملي الفاصله دي؟ طبعا كل حاجه بالتدريب والتعود عليها بنوصل لمستوى كويس. وبعدين انت رايحه للنجوميه دلوقتي مريم يعني اتمنى بقى كسوف ولا خجل ولا اي حاجه من الحاجات دي يعني واحده واحده تروح ان شاء الله. لا ان شاء الله ربنا معاكي. ربنا يخليك. شكرا. طيب عايزين نسمع برضو حاجه ممكن نسمع ايه دلوقتي؟ ممكن نقول مغرم. ماشي. الله يلا بينا. يا لا لا ويا لا لا يا ليلي يا عيني ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر وصبري في هوايا دليل ليل ورا ليل ولا دوت النوم شوق وغرام لا عتاب ولا لوم داري أنا داري بحيرتي ومراري وانت ولا داري يا ليل يا عين يا ليل يا ليل انت اللي حبيته وانت اللي ناديته من بين الناس وانا قلت خلاص يا زمان يا زماني من العين والليل يا زمان يا زماني من العين والليل
الصبر صباح قادر تنساني طيب انساني صعب انا انساك وانا روحي معاك وافضل انا داري بحيرتي ومراري وانت ولا داري يا ليل يا عين يا ليل يا ليل مغرم مغرم انا بيك على طول وانا صابر وصبري فهوايا دليل. هايل 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 والله. يعني انا متهيألي بجد لو مروان خوري سمعك دلوقتي يعني الشرف طبعا هيطلب منك دويتو. هيتبناها فنانة، محتاجين حد من المطربين الكبار والمنتجين الكبار يتبناها فنانة لان هي تستاهل فعلا. شكرا والله. طب انا بجد عايزه اسمع حاجه لبهاء سلطان. ماشي. انا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك عشان كده يعني بقيت منفعش ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق ليك وكان مفروض ما حبكش ولو حبيت ما بينش ودلوقتي خلاص همشي انا وقلبي اللي دايب فيه وليه طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر قلب مش سهل تلاقيه تاني بتخسر قلب مش سهل تلاقيه تاني. الله عليك. الله عليك. بص يا مريم احنا للاسف وقتنا خلص بس بما ان النهارده الجمعه في عندك ابتهال او اي حاجه عليكم جميعا. علينا جميعا. طيب لو عندك ابتهال احنا طبعا بس بنشكرك طبعا شكرا جزيلا شرفتينا ونورتينا وبنشكر الساده المشاهدين. احنا كده حلقتنا انتهت لكن هنسيب حضراتكم مع هذا الابتهال وجمعه مباركه على حضراتكم جميعا. اللهم صل وسلم على احمد محمد نبي الهدى صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى بعد الملائكة القائمين كذرة كعينة مع سجدا وألف صلاة وألف سلام على أحمد محمد نبي الهدى.